طبعا السؤال يقول، ورقم السؤال ارفعوا لنا صوت السبيكر لو سمحتوا. طيب، من مأكولات الشتاء بحرف الشين؟ أقول ايش اللي عندنا يا شباب؟ حرف الشين بحرف الشتاء، من مأكولات الشتاء بحرف الشين. يلا قولي وش اللي بحرف الشين؟ هي تقول بعدين احنا نكشف. استغفر الله، وش اللي بحرف الشين؟ ساعدوا ساعدوا. تسمعين انت، تسمعين ولا لا؟ الا يلا بحرف الشين. أكلة بحرف الشين مأكولات الشتاء، قولي اي أكلة. شك حرف الشين. لا شرشبيل. انا عرفت واحده. شنيني؟ ها شعيريه؟ لا شو اسمها؟ لا ذيك مش قرب. ها قرب شعيريه. قرب لك شعيريه. وش اللي يجيبها سعد؟ شوربه. شوربه شوربه. نشوف نشوف نكشف. اكشف يا جماعه. ايش عسى؟ ايش عسى؟ غلط بعدها يا حبيبي. راشد اللي بعدها بسرعه. حرف الميم. الشوربه تشرب حرف الميم. يلا مأكولات شتويه بحرف الميم. بس انا مأكل ايش عسى؟ هذه جديده دي. لا تبع الجنوب. هذه يحبونها الجيزان. حرف ايش؟ حرف الميم. الميم. السفينه اذا وصلت تقف وين؟ بحرف الميم. من اربع حروف فيها موزو. اعتقد في برنامج بعد سميتوه عليه صح؟ ها لا يا شباب، انتوا تبغون راشد يقول طاهي وما وصدماوي المينا طاهي مرقوق. لا والصدق غلط صح. مر مرسى. طيب ايش دخلني؟ حرف السين. اذا خسرت انت حتخسر، انت حتتعاقب. حرف السين. حرف السين لازم تجاوب على الثلاثة. خلاص يا شيخ ولا تزعلون. لا 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 خلاص يا راشد. حرق السؤال. حرق السؤال. حرف السين. حرف السين. رز كذا يسوونه معاه. لا 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 حليب. حرف السين اكله يحطون فوقها دجاجه ويحطون شو اسمه صوص احمر. مستكر. جربوا شيء لونه يحبون اهل الطايف كثير. صحيح. ولونه ابيض ياكلونه فوق الكبري اللي عند التفتيش. اخو الجريش. اخو الجريش زي الجريش. ويحطون معه قطعه نص دجاجه ويحطون معه سلطه حمراء يا عيني. وزين مع اللحم لونه ابيض. ويحطون معه بعد انت يا شو اسمه زبده. سليق. سليق صح. حرف ال صح. حرف ال حرف العين. حرقت الورقه. حرقت الورقه. حرف العين. عريكة. عريكة ها صح. آخر حرف يلا نشوف. وش عصيدة. 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 خلاص العقاب. شكرا يا سمية. العقاب فيك فيك. طيب شكرا يا سمية. العقاب فيك فيك. خلاص هات الحبل. مسؤول العقاب عبد الله. يلا أبو ناصر اربط الرجال. والله الحالي أنت اللي أنت تختار واحد من يربط معك. الربط مع الساق ولا مع اليدين؟ والله عاد هو اللي هو اختار. هو حر. اختار من يربط معك. هو حر. هو حر. من تبون يربط معي يا جماعه؟ شوف الحين انت ابو ناصر. ابو ناصر يربطك معك يا اخي. خذ لك واحد راكد لانك اذا اخذت واحد مرجوج بترج معه. مرجوج وجريش. عبد الله حبيب عشان نضمن انه ما يتحرك. يا واحدة يا ويلك. اربطنا عبد الله حبيب هنا. ها هنا انا ابو ناصر المعصر. لا من الكتف. من الكتف. لا 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 المعصر. المعصر مين؟ حبيب وراشد. اي حبيب وراشد. افضل شيء سويته ابو ناصر لانك امسكه عشان ذا قال لك قرشه. لا يا ادمي هي اماني من مكه. مين اماني من مكه في سجن ده. الله يتقبل منه مكه ان شاء الله. الله يعوض. الله السلام عليكم. لحظه باقي عبد الله يربط واحد. لا لا لسه يا اخوي. مرحبا اماني. واعطوه البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تعرفين طريقه المسابقه. اه سامي شمال ما تسناك يمناي مربوطه. انت تعرفين اشرحي لي اياها والله. طيب يلا انا هنا. بسم الله اشوف هذا يقول لك طال عمرك. وين راح ذا؟ ايوه. من اسماء البنوتات. ايوه. خمس حروف. لا وش خمس حروف؟ حرف الميم. قال لها اسم بنت بحرف الميم. اسم بنت بحرف الميم. ورطان ورطان. مها شو اسوي؟ جيبي اسم كذا قربوا يا اخوان. منى. ميلاف بحرف الميم. اسم بنت. ميعاد. ميمونة. سوي هاني انت قاعد طفي الشمع. طفي الشمع. مروة. ها مروة. قالت مروة. مروة عشانك في مروة. مروة يعني خلينا نشوف. منيرة. غلط. ورطان ورطان. طيب من مكة حطوا اسماء اهل حجاز. هو الحرف اللي بعده عندك الحرف. يلا الحرف اللي بعده بحرف الراء. اسم بنت. قربوا. رؤى.
رانيا بحرف الراء. رشا. ريم تقول. تقول ريم. ريم اسم بنت صحيح، بس خلينا نشوف هو عندنا ولا لا. راما. راما. ما زالت محاولات جارية. اللي بعده حرف النون اسم بنت. ممكن النون. النون. نهى. نهى. نجوى. نادية. نهال. اسكتوا يا هي تعرف مالكم داعي تعرف. نجوى. نجوى. نا. إجابة صحيحة اسم بنت لكن هل هي عندنا ولا لا؟ يا حبيبي نوف. الربطة قربت. يعني خلاص ثلاثة يعني غلط. شكرا يا مالك. عدد السكان السعودية عشان تعرفون شلون صعوبة اللي بعده حرف خلاص انتهينا خلاص الفاء خلاص ثلاثة حلوة صح حلوة ألف أسماء صح اتربط يلا شو مطلوبة الآن؟ والله جاتني فكرة حلوة. نعم والله إذنك جاتني فكرة حلوة يا هاني. إذا ما أسمع أسلم. إذا مرت ثلاثة وكلها غلط باقي اثنين نعطي نفس المتسائل الشخص اللي بيننا نعطيه فرصة إذا جاب الثنتين صح يطلع من العقاب. والله اقتراح رائع. كيف الله يا جماعة؟ اقتراح رائع. نقص أجل الحبل. يلا نقص الحبل. أنت شو تسوي أنت يا مربوط عروق اطلع خصاص من بعد بعد وين أروح؟ لا لا أقعد قد مكانك. أقعد مكانك. تربطني مع مين؟ مكانك قد مكانك. أنا وليد. لا 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 عبد الله أبو ناصر أسماء من الأحساء. حياك الله يا أسماء جبيل. أعلنا مربوط. ها لا 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 الله اصبر طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسمع حياك الله الحمد لله استاذنك اسمع شوي بس بربط هذول شوي واكلمك يا اخو خرفان يا مديد اسمع عارف المسابقه يا اسماء والله لي الشرف اربط معك ابو امين يا اخي ابو طيب من وين يا اسماء من الحسا ونعم والله حي الله اهل الحسا كيف عندكم امطار عندكم خيرات عندكم شيء يا العبودي اربطني مع واحد عادل مو مهبول يا اخوي شلون الحمد لله خير من الله الحمد لله الحمد لله يرزقكم الله مدوا ايديكم انت وش هالضحايا انت ولات يلا انقطعت فروه حبيبي اسمع برجع لكم الحين اسمع هذه كرامه كرامه انقطعت لا تربط مستعد مستعد اعطونا البيض وين البيض البيض عند الدجاج عند وليد طيب اسمع السؤال يقول اي راجع لكم الربط ايوه اي اربطهم تكفى ناصر اللي بين اكبر من هذا السؤال يقول من اسماء السيارات تسوقين انت يا اسماء راحت اسماء لا لا موجوده موجود لا ما سوق بس اخوي يمي حلو يعرف السيارات يعني حلو حلو ركزوا لا تستعجلون اسماء معك معك الحرف الاول سين من اسماء السيارات الحرف الاول سين هد اللعب يا وش اسمه اخوك اللي جنبك عبد اللطيف عبد اللطيف سوبارو عبد اللطيف سامري لا كامري هذيك تكفى يا عبد اللطيف سوبرمان ركز شوي عبد اللطيف لا تستعجل بودي مو بشركه نوع ولا نوع نوع اسم اسم خلنا نسال لحظه لحظه شركه ولا نوع 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 السياره مش شركه سكودا سكودا سياره سكودا 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 بحرف الالف يا ابوي سنتافي سنتافي تقول سكودا سنتافي 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 طيب باقي عندنا اربع يا وش اسمك؟ اسماء اسماء ومكتوب من اسماء والله العظيم السؤال ذا اي حرف الحين؟ حرف الكاف ركزي يا اسماء كلنا حرف الكاف لا 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 تعطونا لا تعطونا كامري لا 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 تعطونا اختراع قالت كوريلا قالت كوريلا غلط والصح غلط الصح كامري اسمع هد 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 اسمع الاخير ورطان ورطان يا عبودي اسمع لحظه 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 حرف الجيم جومز جومز كابتينه يا اسمع ليش جيم جيم ايش يمكن جيم سي يفرق عن الجمس جمس خلاص بس لا اقطعوا الاتصال لا ما بس لا 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 باقي لا باقي اثنين باقي يا شباب حرف خل عبد الله ياخذ يعطي يا عبد يا شباب يلا يارس تقول يارس تقول واضح انه خبره الولد يار صح اخر سؤال اذا جاب ولا خير ذا عبد حرف الهاء حرف الهاء هامر قالت خلاص وش الجواب؟ هاي نوكس غلط قاعد اكتب من شوي يا عبد اللطيف مستر منتفض حرام عليك يا عبد اللطيف عقاب ما في عقاب الا في عقاب تعال تعال اربط تعال اربط اول شيء اربط اللي انا قبل ذول عيون ربطون ايه وبعدين اتعاقب انا يلا يلا والله وشلون تربط اللي ما ربطون بعدين ربط انا مو على كيفك معليش الحين شلون نقرا سؤاله؟ نقرا على ما لي دخل انا ما يهمني السؤال انا يهمني العقاب عطنا احد عطنا كوره للشيخ السؤال عند هاني يا اخي قرب ايدك انت هي. غرام سلام عليكم وعليكم السلام من وين تكلمين حفر الباب يا هلا بأهل الحفر كيف الامطار والبرد عندكم الحمد لله ثلوج
اي برد. الله يعظم اجركم. طيب خلينا نشوف وش مكتوب في السؤال. يا جماعه السؤال يقول وين قرب من انواع الحلا؟ كيف ما اقدر حرف معي أي ما هي على كيفك. اي اي معك. بحرف الباء من انواع الحلا. بسبوسه. لا 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 بسبوسه اكيد اجابه صحيحه. ها وشو بانكيك؟ بانكيك ذا يا اخي قل من انواع الحلا العربي. والله قلت انواع الحلا الاجنبي. اللي بعده بحرف الكاف. تتكلم وين انت؟ هنا خوي البانكيك بحرف الكاف. خلاص خوي البانكيك. كيك كيك كريب. كم بال كريب. اجابه غلط يا هاني. بقيلك واحده. يلا بحرف الدال. هناك يا اخوي والله العظيم هناك. حلا بعد بحرف الدال. بحرف الدال. لا لا يقرب لهم يقرب لهم. مع ذا يصير كذا. دو ريمي دو دو بحرف الدال. لا ما يقرب لها يا اخي. لا لا يقرب حرف الدال. دو انتهى الوقت. انتهى الوقت. انتهى. اربطه جبه اربطه جبه غرام معنا بحرف الدال. ولونه دائري يحطهم فوق الشوكولاته. حلا معقول يا جماعه. لونه اجابه صحيحه بحرف الكاف. لا يا احمد حسين. كنافه. كنافه بحرف الكاف. احسنتي. خلينا نشوف. خطا. كويكز. كنافه صحيح. كنافه بحرف الكاف مره ثانيه. يا حبيبي يا حسين اخر كاف. ابو ناصر اربطه بالعبارات. كوكيز. كوكيز. لا لا اخذنا بالصوت. شكرا شكرا. كيك وكوكيز. بالكوكيز. يا حسين اجابه صحيحه. لحظه لحظه. حسين. من حسين؟ وش اسمه؟ من حسين. عادي من حسين. عطنا خمس اسماء للذكور بحرف الحاء. ابو ناصر. بحرف الواو. عبودي. حسين. واو. وليد. وحسين. وحسين. سام. سام سين. حسين. سي حسين. مو معقول سي حسين. تقعدون الوقت لين يجاوب اللي تبع هذا. اي انت نحترم انه كبير نحترم تاريخه لكن صحيح الموضوع ليس له علاقه. بنربط. ما اربط نفسي. العبودي ما انربط. انا مشغول اربط. تعال خلنا نربطك وبعدين اكبر نفسي انا. انتوا الاثنين. انتوا الاثنين يا عبد الله. يلا يا وليد استقبل اتصال. تقدر تقدر. شوف يا سعاد. سعاد من مكه. من عبد الله. سعاد من مكه. انت خذ 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 بيضه. من مكه. خذ بيضه. تعال خله يا تغير. صار فؤاد من جدة. هنا فؤاد من جدة. يلعب والله. ألو كيف حالك يا فؤاد؟ فؤاد فؤاد ربط يا الله. دحين حنشوف الحروف وحنشوف حنشوف السؤال ايش يقول. لحظة الحين يا هاني انت لو ما هجتك راح اخرب عليكم. وليد صوتك مكتوم يا اخي. لحظة والله هذول نصابين هذول. والله هذا يا قاعد يستقبل اتصال انت قاعد تسولف معاه. يا قهرني فك ايده والله لا اجيب حبل والله. يا فؤاد ايوه. هلا دحين انت وراك حاجه؟ تعال وراك حاجه؟ ورا الجدار. لا لا لا. طب بالله هدي. ها هدي وخذ وقتك في التفكير. يلا ابشر. لا لا الا ورانا وقت يا حبيبي. اهدا. مو على كيف. مأكولات من مكوناتها التمر. ف واحده واحده حدك الحرف. تمام بسرعه يا فؤاد ما عندنا وقت. اكله بحرف العين من مكوناتها يدخل التمر. العين. العين مشهورة في الجنوب. العين ما تعلى على الحاجب. عصيدة. عصيدة عليك يا أخي. عصيدة غلط. عصيدة جاوب قبل قال والله. طب العصيدة في الجنوب يا هاني كمان ما تهدى يا هاني. طيب يا هاني العصيدة ديك ما فيها تمر. دحين غلط ذي. غلط. باقي لنا أربع محاولات نجيب ثلاثة منها إن شاء الله. أكلة يدخل من مكونات التمر تبدأ بحرف الحاء. لا ذي نفس أكلنا حنة. والله هو ده؟ لا 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 حناني. لا لا شوف 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 خلاص شوف. لا قل له قل له قل له اكلناه. الان يا هاني اربطوا وليد مع المصور. لا 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 دقيقه. لا هذا ما ينحسب. هي تشبه حسا. حسا صح صح. نمشيها زين لانها طلعت عشان اعرفها. اي راسي عليك. تمشي عادل عادل. هاني قال له اكلناها ما ينفع كذا. انكتب اكله من مكونات التمر تبدا بحرف الميم. خله دخل راسي. بالله لحظه يا فؤاد. لحظه يا وليد. لحظة بالله أبشر. شباب دحين نسولف مع فؤاد نحن ولا نقعد. والله لا يا عبد الله حبيبي. عبد الله عبودي يربط يده. اوه يا اخي اصبروا يا اخي. يا اخي معانا متصل يا اخي. يلا يلا والله ربطت. اكلم يدخل من مكوناتها التمر. يمكن تكون
بحرف الميم يمكن تكون ايه معمول. معمول 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 ممكن معمول 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 صح يا رب. اخيرا باقي ثنتين اذا جبناها. المعمول ترى هذا مو الجديد فتح باقي المعمول. واحده اذا جبناها الحمد لله نجونا. اكله من مكونات التمر تبدا بحرف القاف. حرف التاء. التاء لا 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 ما ما لا لا ما تهري ما تهري لا تونا مين انت ايه تمريه ايه؟ صح 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 تمريه صح صح تمريه صح نبي الغلطه يا جماعه صح جابها والله الحمد لله جبنا ثلاثه صح جبنا ثلاثه شكرا فؤاد. توقعت تقول تميس بالتمر تقول تميس باقي واحده باقي واحده احنا جاوبنا ثلاثه لا لا حبيبي جاوبتين حداك. اكله من مكوناتها يدخل التمر بحرف القاف. مقلقل قشط قمر الدين قشط قشط لا مقلقل مقلقل قشط قشط جيمر قشط يا رب من قشط صح والله الحمد لله يا سلام الحمد لله نجونا قوم اربط العبودي نجونا قوم اربط العبودي تعالي لا نجوت النجا يا ولدي انا اللي عبودي مع وليد ولا اللي قلت لي والله حقت الربط اربطه مع هاني يا وليد معك انا اللي قلت قشط ولا قلت انت اللي نقلتني عشان كذا انا عاقبك عشان نقلتني المفروض ما تنقلني هذا يطلع منها كذا كيف الربط هذا العكس العكس كوره 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 هاني هاني قوم قوم مين معاقب اي 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 هاني قوم هذا قوم 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 هاني قوم الربط مع عبد الله يلا ليش كفى انت ما جاوبت عقاب وعقاب يا اخوان كيف ما يجوز تربطون احد بدون استئذان فوق ولا تحت هنا يلا يا هاني لا اربط يده ذيك يده ذيك يده يدك الثانيه يدك الثانيه لا يا رجال ذي كذا كذا عبد الله جد جد الحمد لله انا جاوبت يلا يا جماعه اخر اتصال معنا